عن قطة؟ طب ليه يا توح؟ ده شكلها حلوة وهادية يعني. هاتيلها كلب يا هاتيلها كلب، واللي يقرب من القطة الكلب يعضه ويريح دماغه. والله العظيم يا سمر، في ناس هنا بتصرف على القطط فلوس بتتصرف على بني ادمين هنا في البلد دي بجد. عايز ابوكس قطة؟ والله العظيم السنة اللي فاتت بقيت اشحتهم، والله العظيم بقيت اشحتهم السنة اللي فاتت.
مين اللي مين اللي هتجيب لها؟ والله والله يا توحى بقى شحاتهم مش عارف ادوهم لمين البوكسات دي. لو لقيت عيلك يا سمر بس تجيبي لي بقى الخلف، بس تجيبي لي حاجه بقى من قطه، من قطه لما تولد. عايز اكل قطط كمان يا تمر؟ اه تصدقي والله كان عندي اكل قطط في الشركه، والله تصدقي والله عندنا اكل قطط في الشركه. هبقى اجيب لك والله لو لقيت، لو لقيت في تواريخ، بس هو لسه في تاريخ، في صلاحيه. لو لقيت حاجه بقى لو لقيت لا يا ام احمد ولا هيعمل حاجه. يعني احنا ما احنا بناكل المنتهى الصلاحيه، يعني احنا القطط مش هتموت، واحنا احنا هنموت القطط مش هتموت. لا لا كله ماشي والله، ما تبصيش على التاريخ كله خلاص. انا عارف والله والله ده سمر صحتها اجت على الشوكولاته. السبب يا بص يا ام احمد بقول لك ايه يا سمر، هو الفقر اصلا ماسك، الفقر ماسكك من زمان، ما تجيبهاش فيا انا. انت هتجيبها فيا، هو الفقر معاكي من زمان. اه ما تلبسنيش يا اختي العمه دي، يعني هتشايليني شيلتك؟ كل واحد بيشيل شيلته يا سمر. بس انا هجيب لك ان شاء الله لو لقيتها هجيب لك اكل القطة، وبعدين ما تبصش في التاريخ على طول، اكل او مش اه يعني. والله يا ام احمد، والله يا ام احمد اللي عايش بالبركه هو اللي بيعيش، اللي بيقعد يخف ويعمل حساب حاجه هو اللي بيتعب. قلت لها يا دوحة ايام الشوكولاته يا طه اللي هي اللي انا جبتها ده. ها والله ما هي ما هي الشوكولاته متود في نصيبه بقى، ما كلها سكر. ولا ابعت لكم ايه يا طه؟ الناس بتتمنى الشوكولاته وانت تقولي ما قعدتش ابعت لكم شوكولاته. والله احنا بوظنا يا توحى من ساعه ما نزلت عندك، كان جسمنا بظني كمان بوظتونا. انت معزومه النهارده في بيتكم يعني؟ لا ما فيش مشاكل ولا حاجة، بس يعني ادينا رينج كده ولا حاجة. انت ايه؟ ادينا رينج يعني، ولا ادينا رسالة، ولا ادينا حاجة نعرف انتوا فين. والله يا طحني سبحان الله، ربنا الحمد لله ما بيضيقش على الواحد. شفتي المشوار اللي انا ما رحتوش النهارده ده؟ ها؟ اه جالي مشوار، من جالي مشوار بعيد يعتبر على حدود الكويت كده يعني. رحت اديته ومروح، او انا رحت اجيب واحده فلبينيه وديها من مكان لوجهه. فدخل على البيت هون ان شاء الله واديها، وام عبد الله عايزاني في المشوار اروح اقعد. اي والله الواحد بيفرح مشوار. بصي الحمد لله اللهم لك الحمد، عوضنا عن المشوار اللي هو ايه اللي عمال الف على طول. مشاوير الشغل
فالحمد لله اترضيت يعني، بس بقى ايه مش هرتاح لما اسلم الجثة عشان ايه ابقى في الامان، لان الدنيا فاضية والشوارع فاضية، فبخاف حد من الشرطة ولا حد يقفني هيقول لي انت شغال كده ازاي وبتاع، فاهمة؟ فبتبقى الموضوع ايه قلق قلق شوية. انا ان شاء الله ما عادش قدامي الا ايه 5 دقايق على البيت اسلمها، وبعد كده بقى ايه اروح اشوف ام عبد الله عايزه ايه. عمر في ايه؟ عمر في الشارع. نعم. انا مش مركز معاك، انا اني مركز على الطريق. يلا مع السلامة، سلم على امك. ترجمة